بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. ما زلنا مع فيديوهات المراجعة الشاملة للتحضير لشهادة البيئة. في هذا الفيديو بإذن الله راح نتعرف كيفية تعريض مسألة وحل معادلتها. نبدأ بالمسألة الأولى أو شبه مسألة، يعني هذه التمارين تدربكم على المسائل التي تطرح في الشهادة، وباش تكونوا في الصورة أن المسألة في الشهادة عليها 12 نقطة. إذن تدربوا، لأن هذا التمارين صغار، هذه المسألة صغار، تدربكم على المسألة لأن في الشهادة تكون كبيرة. إذن لاحظ الشكل التالي، لدينا مثلث ABC كما تلاحظ. قال لك إكس قياس الزاوية بالدرجات، يعني إكس درجة، 2 إكس درجة، 3 إكس درجات. أولا مطلوب منك حساب إكس، ثانيا تحديد طبيعة المثلث ABC. نبدأ أولا بحساب إكس. إذن كلنا نعلم أن مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي ماذا؟ 180 درجة. إذن لو قلنا مثلا الزاوية A زائد الزاوية B زائد الزاوية C تساوي ماذا؟ تساوي 180 درجة. ولدينا من الشكل ماذا؟ أي الزاوية A، لاحظ، وماذا تساوي؟ تساوي 3 إكس. وعندنا والزاوية B تساوي 2 إكس، والزاوية C تساوي ماذا؟ تساوي إكس. أي أن ماذا؟ أي أن 3x زائد 2x زائد الإكس تساوي 180 درجة. يعني الأ عوضناها بالقيمة تاعها 3x، البي عوضناها ب2x، والسي بإكس، 180 درجة. ومنه ماذا؟ واش يصبح عندي لهنا؟ لاحظ، شحال عندي من إكس؟ عندي 3 زائد 2 زائد 1، أي 6 إكس تساوي ماذا؟ تساوي 180 درجة. ومنه الإكس يساوي 180 درجة تقسيم 6، فسنجد 30 درجة، أي إكس تساوي 30 درجة. ها هي الإكس، أنا حسبناها. ثانيا طلبوا منا تحديد طبيعة المثلث ABC. إذن ثانيا تحديد طبيعة المثلث ABC، تحديد طبيعة المثلث ABC هكذا. إذن قلنا لدينا من الشكل، لدينا من شكل، او ما كان نقول الشكل، او لدينا فقط، لدينا ماذا؟ الزاوية A تساوي 3x، والزاوية B تساوي 2x، والC تساوي ماذا؟ x. ولدينا ماذا؟ إكس وجدناها تساوي 30 درجة. إذن لاحظ، إذا حسبت A تساوي ماذا؟ تساوي أي 3 في الإكس، وما دام الإكس تساوي 30، إذن نعوض في مكان الإكس، أي 3 في 30 درجة، إذن تساوي 90 درجة. البي، لاحظ سهل، البي تساوي 2 في 30، ها هي في 30 درجة، ومنه تساوي 60 درجة. الأ تساوي السي تساوي ماذا؟ تساوي 30 درجة، لأنها تساوي إكس، تساوي 30 درجة هكذا. إذا كان، لاحظ معي، إذا كان الأ 90 درجة والبي 60 درجة والسي 30 درجة،
90 زائد 60 زائد 30 يساوي 180. إذن ماذا تلاحظ؟ أن أمامنا مثلث قائم. مثلث ماذا؟ قائم. إذن ومنه فإن المثلث ABC قائم الزاوية في A. واصل مع التمرين الثاني. لاحظ الشكل التالي اللي هو أمامك. لاحظ لدينا هنا مربع ABCD، أي طول الضلع تاعه هو X زائد 3. المطلوب منا هو تحديد قيمة العدد X لكي تكون مساحة المربع ABCD تساوي 64 سنتيمتر مربع. لازم تكون تساوي ماذا؟ 64 سنتيمتر مربع. إذن هنا عندنا بدينا نربزوا للمساحة المربع بS. إذن نقول لتكن S هي أي مساحة المربع ABCD، أي المساحة نرمزوا لها بS، أي لا سيرفاس نسبة إلى الكلمة الفرنسية سيرفاس المساحة، أو نرمز لها بA نسبة إلى الكلمة الفرنسية R كذلك المساحة، حتى تعرف منين جاية الرموز اللي باللغة الفرنسية. إذن ماذا يصبح لدينا؟ أي نعرف أن مساحة المربع هي الضلع في الضلع. إذن S يساوي الضلع في الضلع، أي X زائد 3 في X زائد 3، إذن يساوي X زائد 3 مربع. ونحن نعلم من النص ونعلم أن أي من النص أن مساحة المربع هذا هي 64 سنتيمتر مربع. إذن ومنه فإن ماذا يكون لدينا؟ أي تكون لدينا هذه مدى المساحة تساوي هذا القيمة، والمساحة تساوي هذا القيمة، إذن هذا القيمة تساوي هذا القيمة. إذن ماذا يكون لدينا؟ يكون لدينا أي X زائد 3 الكل مربع يساوي 64. أي هذا يعني أن أي X زائد 3 تساوي ناقص جذر 64، أو X زائد 3 تساوي جذر 64. أي ماذا؟ أي X زائد 3 يساوي ناقص 8، لأن جذر 64 هو ناقص 8، أو X زائد 3 تساوي 8. أي X تساوي ناقص 3 تروح مليته لناقص 3 تصبح عندنا ناقص 3 ناقص 8، إذن ناقص 11، أو X تساوي تصبح عندنا من هي ناقص 3 تروح مليته لناقص 3، إذن 8 ناقص 3 إذن تساوي ماذا؟ تساوي 5. وإحنا مطلوب منا هو قيمة ضلع مربع، قيمة العدد X أي قيمة باش نحسب ضلع مربع. إذن باش نحسب مسافة، ونعرفوا باللي المسافة دايما تكون عدد موجب. المسافة أو الطول، عفوا من أحسن نقول الطول دائما موجب. كنا هضرنا على هذا في فيديو سابق تاع المراجعة. إذن لنا إكس لازم يكون عدد موجب، لذا فهذا العدد ناقص 11 فهو مرفوض لأنه عدد سالب. وبالتالي ماذا يصبح لدي؟ وبالتالي فإن الإكس تساوي 5. تساوي ماذا؟ 5.
لنتحقق في الشكل، نتحقق من الشكل. إذا كانت لدي x تساوي 5، لاحظ الضلع x زائد 3 أي 5 زائد 3 تساوي 8، فالمساحة راح تكون 8 في 8، إذن شعال 64، 64 اللي هي هذه أي سنتيمتر مربع. إذن الحل بتاعنا صحيح 100% إن شاء الله. واصل مع هذا التمرين الثالث. ABC مثلث حيث AB يساوي 9 سنتيمتر وAC يساوي 12 سنتيمتر وBC يساوي 6 سنتيمتر. ها هو المثلث أمامك في الشكل ABC. الآن نقطة من الضلع AB الآن تنتمي إلى AB، ضلع AB. المستقيم الذي يشمل النقطة أن ويوازي المستقيم موازي المستقيم BC يقطع AC وين في M، أي المستقيم هذا يشمل النقطة N ويوازي المستقيم BC، ها هو يقطع AC في النقطة M. أنا رسمت لكم الشكل بأن نربحوا الوقت. والمستقيم الذي يشمل النقطة N ويوازي المستقيم AC يقطع BC في E، يقطع BC وين في E. المطلوب منا حساب AN، ها هو AN بحيث يكون محيط متوازي الأضلاع N M C E، هذا يعني المحيط اللي طوعناه هو هذا أمامك، ها هو، ها هو نديره بالأخضر، ها هو، عفوا، ها هو متوازي الأضلاع، هذا طولنا المحيط بتاعه يساوي ماذا؟ يساوي 20 سنتيمتر. إذن ماذا لدينا في الحل؟ لدينا لاحظ أن هنا AN هو الـ X، يعني المجهول هو ماذا؟ المجهول، المجهول عفوا دائما ننسى هذه، المجهول هو ماذا؟ هو الضلع AN، AN حيث لاحظ في الشكل رمزنا له بـ X، أي نرمز له ب x، نرمز له بماذا؟ ب x. اذا وعندنا في النص ان محيط متوازي الاضلاع ان ام سي او يساوي 20 سنتيمتر. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني ان الضلع ان او، الضلع ان او زائد الضلع او سي، او سي زائد الضلع سي ام زائد الضلع ام ان عفوا يساوي 20، لان المحيط لو بيريمتر او المحيط صح. اي ماذا يصبح لدينا؟ نعرف باللي او ان او و سي ام هذو متساويين لانه متوازي اضلاع. اذا ان او و سي ام متساويين ومتوازيين، و او سي و ام ان عفوا نكتبهم بالاخضر باش يبانوا، او سي لاحظ و ام ان كيف كيف متساويين. اذا نقدر نكتب 2 2 2 سي ام، 2 سي ام يساوي 2 ان ام، يساوي ماذا؟ 2 ان ام، لان ان ام يساوي او سي. اذا يساوي ماذا؟ يساوي 20 زائد عفوا زائد زائد 2 زائد هنا يساوي ماذا؟ يساوي 20. نختزل هذا الاثنان مع هذا الاثنان مع 20، واش تصبح لنا؟ تصبح لنا اي سي ام زائد ان ام تساوي 10، تساوي ماذا؟ 10. هذه نحتفظ بها رقم 1. إذن الآن نأتي ونكتب ان ام و سي ام بدلالة x، أي نكتب ان ام و سي ام بدلالة x، بدلالة ماذا؟ x.
لاحظ معي في المثلث اللي هو أمامنا ABC ماذا تلاحظ في المثلث هذا؟ أي في المثلث، في المثلث ABC ماذا لدينا؟ لدينا النقطة آن تنتمي إلى ماذا؟ إلى القطعة المستقيمة AB، إلى الضلع AB، ولدينا النقطة آم وآم تنتمي إلى القطعة المستقيمة AC، AC، ولدينا BC يوازي MN، ولدينا ماذا؟ المستقيم BC يوازي المستقيم MN هكذا. إذن لهنا لاحظ A B C، شوف مليح واش في ميزيك تا واش راح نديرو لهنا، واش راح نطبقو. لاحظ عندنا المثلث A B C، ها المثلث A B C، تبه مليح، ها وها هو M N، وقلنا باللي B C يوازي M N. واش تبان لك هنا؟ واش من نظرية نطبقوها لهنا؟ هي تفكر تفكر بها في في البيام الجو، واش من نظرية نطبقوها؟ هنا نطبق خاصية طاليس، نطبق ماذا؟ نطبق خاصية طاليس. لاحظ واش عندنا؟ عندنا ان ا، لاحظ مليح معايا، ان ا على ا بي، عفوا ا ان على ا بي يساوي ماذا؟ يساوي ا ام على ا سي، يساوي ا ام على ا سي، يساوي ام ان على يساوي ام ان على ماذا؟ على بي سي، على بي سي، صح. هنا طبقنا نظرية طالس. هنا الا ان واش قلنا؟ قلنا باللي نرمز لها ب اكس، هذا الا ان ارمزنا لها ب اكس. لاحظ ماذا يصبح لدي؟ يصبح لدي اي اكس على ابي، ابي شعلة طوان اطوانا، لاحظ مليح، ابي عطاونا 9 سنتيمتر، اسي 12 سنتيمتر، وبي سي 6 سنتيمتر، انتبه مليح حتى تتعلم. اي على 9 يساوي ماذا؟ يساوي ام على اسي، اسي عطاونا 12 يساوي ام ان على ماذا؟ على 6، على 6. اذا انتبه معي، ماذا لدينا؟ لا، من هذا الاثنان اي اكس على 9 تساوي ام ان على 6، يعني هذه نستعمل هذه ونزيد نستعمل هذه، صح. اي لدينا ماذا؟ اكس على 9 تساوي اي من النسبة هذه لاحظ على 6، ومن هو تصبح عندي، ومنه نستخرج ام ان، نستخرج ماذا؟ اي 9 ام ان يساوي 6 اكس. لاحظ 9 ام ان يساوي 6 اكس هكذا، اي ام ان، ام ان يساوي 6 على 9 اكس، يساوي ماذا؟ 6 على 9 اكس. ومنه معلوم 6 على 9 نختزلو 6 و 9 نقدروا نقسمهم على 3، اذا ام ان، ام ان يساوي اي 2 على 3 اكس، يساوي ماذا؟ 2 على 3 اكس. نواصل ولدينا، لاحظ من هنا، من هذه
يعني هنا استعملنا هذيك، دوك نستعملوا هادو زوج. بعد ما استعملنا هذه وهذه نستعملوا النسب هذا. إذا ولدينا كذلك، لدينا أي إكس على 9 تساوي ماذا؟ تساوي أم على 12. تساوي ماذا؟ أم على 12. ومنه واش تصبح لي؟ تصبح لي أي 9 أم تساوي 12 إكس، أي أم تساوي 12 على 9 إكس، تساوي 12 على 9 إكس. ومنه أم تساوي، نختزل 12 مع 9 أي تقسيم على 3، تصبح عندي 4 على 3 إكس، 4 على 3 إكس. إذن نحتفظ بهذه الرقمها، سميها رقم 1. لاحظ في الشكل هنا، لاحظ أمامك في الشكل، لاحظ في الشكل أنه أم، أم عفوا، واش يساوي؟ يساوي أسي ناقص سي أم. يعني هذا، لاحظ معي باش تفهم مليح، يعني أم هذا عفوا، أم واش يساوي؟ يساوي أسي اللي هو هذا كامل، والنقص منه ماذا؟ نقص منه سي أم هذا اللي بالأحمر، يعني أم اللي بالأصفر يساوي أسي اللي بالأخضر ناقص سي أم اللي هو بالأحمر. إذا نعلم أن، نعلم من الشكل أن ماذا؟ أي أم يساوي أسي ناقص سي أم، هذه رقمها 2 هكذا. لا مازال، استغفر الله، مازال هذه، مازال ما رقمهاش. إذا أي أم، أم تساوي أسي اللي هو 12 يساوي 12 ناقص سي أم، هذه اللي رقمها رقم 2. عفوا، إن ذاك الأورديناتور يبلوكي رقم 2. إذا لهنا بمراعاة رقم 1 والاثنان، لأنه أم، أم لاحظ معي أم يساوي 4 على 3 إكس، وأم يساوي 12 ناقص سي أم. ماذا يصبح لدي؟ واش يصبح عندي؟ يصبح عندي أي 12 ناقص سي أم يساوي 4 على 3 إكس، عوض قيم أم فقط. ومنه ماذا يصبح عندي؟ عفوا، ومنه، ومنه واش يصبح عندي؟ لاحظ معي أي يصبح عندي سي أم ماذا يساوي؟ يساوي 12 ناقص 4 على 3 إكس، لأن هنا عندي ناقص سي أم. نقدر ندير سي أم ناقص سي أم يساوي 4 على 3 ناقص هكذا. لاحظ شو كفاية، هاي ناقص سي أم يساوي 4 على 3 إكس ناقص 12. نضرب الطرفين في الناقص 1، تصبح لي في الناقص كلا طرفين نضربهم في ناقص، في الناقص 1. إذن ماذا يصبح عندي؟ سي أم تساوي 12 ناقص 4 على 3 إكس، 12 ناقص 4 على 3 إكس. إذن هنا بالرجوع إلى هذه، انتبه جيدا، بالرجوع إلى هذه اللي درنا لها رقم 1، هذه أي سي أم زائد ان ام تساوي 10. نواصل بالرجوع الى هذه، نواصل العمل تاعي، اي ماذا كان لدينا؟ اكتب لك حل حتى تشفى. اي سي ام زائد ان ام تساوي 10، صح. اذا سي ام
ها هو أمامك القيمة تاعو. والآن آم صبناه في الأول، وين راه وين راه وين راه، ها هو 2 على 3 إكس، أم أن ولا أن أم كيف كيف، صبناه 2 على 3 إكس، إذن ها هو قيمته. إذن ماذا نكتب؟ لاحظ معي، أي نعوض قيمة سي أم. سي أم قلنا ستساوي أي 12 ناقص 4 على 3 إكس زائد أن أم اللي هي 2 على 3 إكس زائد 2 على 3 إكس تساوي 10، تساوي 10. الآن ماذا تحصلنا هنا؟ هذه واش تحصلنا؟ تحصلنا على معادلة. إذن تحصلنا، إذن واش قلنا؟ تحصلنا على معادلة، تحصلنا على ماذا؟ على معادلة. الآن نجي نحل المعادلة. إذن الآن نأتي إلى حل المعادلة. حل المعادلة أي نقدر هذه المعادلة اللي هي أمامنا، ها هي نقدر نكتبها على الشكل أي 4 على 3 إكس، لاحظ 4 على 3 إكس، أي تكتب قلنا ناقص 4 على 3 إكس زائد 2 على 3 إكس تساوي 10 ناقص 12. ومنه ماذا يصبح لدي؟ يصبح عندي أي ناقص 4 زائد 2 أي ناقص 2 على 3، ناقص 2 على 3 إكس يساوي ناقص 2، أي نقدر نكتب نضرب الطرفين في النقص وهتصبح لي 2 على 3 إكس تساوي 2، ومنه إكس يساوي 2 على 2 على 3 أي يساوي 2 في مقلوب الكسر أي 3 على 2، ومنه يساوي 6 على 2 أي يساوي ماذا؟ يساوي 3. إذن إكس يساوي 3. أنا وجدنا إكس. إذن نأتي ونتحقق من الشكل. أين أنت أيها الشكل؟ هو الشكل. نأتي ونتحقق من الشكل. لاحظ. إذن نتحقق من محيط متوازي الأضلاع أن أم سي أو. أن أم سي أو. ها أن أم سي أو. الذي قلنا يساوي 20. أي بي تساوي 20 سنتيمتر مربع. سنتيمتر عفوا. بيريمتر. هذه بي نسبة إلى بيغي متر. متر. هكذا اللي هو المحيط. إذن عندنا أم أن يساوي 2 على 3 إكس. عندنا أم أن، أم أن يساوي ماذا؟ يساوي 2 على 3 إكس. إذن يساوي 2 على 3 في 3 لأن إكس تساوي 3، ومنه 6 على 3 أي يساوي ماذا؟ يساوي 2. أي أم أن يساوي 2 هكذا. ولدينا سي أم، لدينا سي أم. كي نحسب أم أن كي شغل حسبت سي أو ولا نفس الشيء، لأنه أم أن يساوي سي أو. إذن لدينا سي أم عفوا، سي أم يساوي ماذا؟ يساوي 12 ناقص 4 على 3 إكس أي 12 ناقص 4 على 3 في 3، نعوض الإكس بالثلاثة، ومنه سنجد 3 في 4 12 على 3 أي نجد 4 أي يساوي 12 ناقص 4 أي سي أم، سي أم يساوي ماذا؟ يساوي 8. ها وسي أم يساوي 8. إذن
واش قلنا؟ قلنا أنه، وكنا قلنا هنا يا باللي 2 سي أم، 2 سي أم زائد 2 أن أم تساوي 20. كنا كتبناها من قبل وقلنا باللي 2 أم أن زائد 2 سي أم، عفوا سي أم تساوي ماذا؟ تساوي 20. نشوف هل هذا صحيح. إذا تساوي ماذا؟ 2 سي أم، 2 أم أن، أم أن صبنا يساوي 2، إذا 2 في 2 زائد 2 سي أم ليساوي 8 في 8، ومنه ماذا تساوي؟ تساوي 4 زائد 16 أي تساوي 20 سنتيمتر. هي تساوي ماذا؟ 20 سنتيمتر. إذا الحل تاعنا صحيح 100%. واصل مع التمرين الرابع. قالك عبر عن مساحة المستطيل ABCD. لاحظ هذا مستطيل الذي هو أمامك بدلالة X، ثم قالك أوجد قيمة X حتى يكون محيط المستطيل ABCD يساوي 32 سنتيمتر. لاحظ عندنا الضلع AD يساوي 7 سنتيمتر، أي مادام راهو عندنا مستطيل، إذا الضلع AD يساوي ضلع BC، أي AD يساوي BC، لاحظ معي AD يساوي BC ويساوي 7 سنتيمتر. أما AB يساوي 5 زائد X سنتيمتر، يساوي ماذا؟ 5 زائد X، X مجهول ما نعرفوش. إذا لتكن لدينا مساحة المستطيل، لتكن S كما نحبو، S ولا A، مساحة المستطيل، مساحة المستطيل، إذا لاحظ S تساوي ماذا؟ أين نعرف أن مساحة المستطيل أو مساحة المربع تساوي الضلع في الضلع. إذا لان عندنا الضلع اللي هو 7 في الضلع اللي هو 5 زائد X، لأن الضلع هذا، لاحظ الضلع هذا من ناحية لهنا راهو 5 زائد X، إذا في 5 زائد X، ومنه نتحصل على ماذا؟ أي المساحة تكون 7 في X، أي 7 X و7 في 5 35. إذا S وجدناها ماذا؟ مساحة المستطيل وجدناها 7X زائد 35 بالطبع سنتيمتر مربع. الآن نحسب محيط المستطيل، أي ليكن P محيط البيريمتر، محيط المستطيل، محيط المستطيل. إذا في المستطيل نعرفه بلي الضلع زائد الضلع زائد الضلع زائد الضلع، إذا الضلع هذا زائد الضلع هذا في 2، في 2 صح. إذا واش قلنا؟ قلنا بلي بي يساوي ماذا؟ يساوي 2 في الضلع زائد الضلع، أي في 7 زائد 5 زائد X هكذا. ومنه ماذا نجد؟ وقلنا باللي محيط المستطيل يساوي ماذا؟ يساوي 32 سنتيمتر، أي لدينا من الأول باللي P تساوي 32. إذن ماذا يصبح عندنا؟ يصبح عندنا هذا القيمة 2 في 7 زائد 5 زائد X تساوي 32، تساوي ماذا؟ 32. وبالتالي تصبح لدينا ماذا؟ أي 2X، 2 في 7 14 و 2 في 5 10، 14 زائد 10 صافي تولي زائد 24 تساوي 32، تساوي ماذا؟ 32. إذن تصبح لدينا 2X تساوي 32 ناقص
24. إذا هذه 32 ناقص 24، أي معلش نزيد ونكتب 2x تساوي ماذا؟ تساوي 8، ومنه الإكس يساوي 8 على الاثنان أي يساوي 4. إذا إكس يساوي 4 سنتيمتر، يساوي ماذا؟ 4 سنتيمتر. هكذا، ها هو الإكس. إذا لو جينا ونتحقق، ماهوش مطلوب منك أن تتحقق، لكن باش نعرف روحي إذا كنت خاطئ ولا لا. 5 زائد 4 إذا 9، 9 لأن في الرسم مانيش داير 9 هنا، يجي هنا الرسم، يعني يجي حتى لهنا 9. إذا 7 زائد 9 في الاثنان، 7 زائد 9 أي 16، 16 في الاثنان 32 اللي هو المحيط، صحيح. ونتحقق من المساحة، المساحة هي 7 في 9، 7 في 9 إذن سنجد 36، عفوا 63، 63. لو هنا عوضنا الأربعة، 7 في 4 زائد 35 مساحة، 7 في 4 شحال تعطينا؟ تعطينا 28، زيد لها 35 شحال تولي لك؟ تولي لك 63. إذن تمرين تاعنا، الحل تاعنا صحيح 100% بإذن الله. أعزائي التلاميذ، حتى لا أطيل عليكم والوقت حاليا متقدم، يعني راه فاتت 11 تاع الليل، إذا نلتقي، نفضل نقسم هذا الفيديو على عدة أجزاء. إذا أعزائي، إلى أن ألتقي بكم في فيديو آخر من نفس الموضوع، أي تريض مشكل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.